يعني حقيقي مبسوطه ان هو نجح والناس حبيته والناس اتشدت له كمان، فانا مبسوطه قوي يعني. اهلا بيك. خلينا النهارده عن حضرتك الاول يعني فعليا بين مهرجان جونه وغلسه. بص، اولا انا مبسوطه جدا ان في عرض النهارده الافلام قصيره، وحاسه ان دي حاجه حلوه ان احنا نبقى بنعمل عروض لافلام قصيره وفي كولابوريشن ما بين اوراسكوم والجونه، فحاجه حلوه يعني جديده، وشايفه ان هي ممكن تبقى بتخلي ان الافلام القصيره نشطه بعد كده لو في حصل كولابوريشنز ثانيه او حصل احتفالات ثانيه بحاجات كتير. يعني دايما بتحرص على حضرتك مهرجان جونة، شايفه ايه اللي بيميز مهرجان جونة عن المهرجان الاخرى؟ اصل انت يعني مهرجان الشبكه كان قبل كده حمد. لا والله انا حريصه ان انا احضر كل المهرجانات طبعا، مهرجان الجونه لان كل الناس بتحب الجونه فبتتبسط انها بتبقى في مهرجان الجونه. مهرجان الجونه مهرجان كبير وقدر في 5 سنين بس ان هو يبقى من اكبر المهرجانات اللي في الوطن العربي والاكثرهم جاذبيه، فمهرجان عمره صغير بس هو كبير. عايز اقول لك منوره، مبروك على منوره باهلها كسرت الدنيا. كلميني بقى عن المسلسل بشكل عام. والله مسلسل منورة بأهلها هو مسلسل بالنسبة لي خاص جدا لأنه مش مسلسل عادي. عملت كتير مسلسلات وبحس ان هي بحبها جدا ومن اكتر المسلسلات اللي بحبها، بس حقيقي منورة بأهلها محتاج تركيز قوي في الشغل ومحتاج تركيز قوي وانت بتتفرج عليه، ومبسوطة ان هو نجح يعني حقيقي مبسوطة ان هو نجح والناس حبيته والناس اتشدت له كمان، فانا مبسوطة قوي يعني. كان في دعايات بره في رمضان؟ ما بقاش يعني، كان لو كان زمان شويه كنت ممكن اقول لك ماشي، انا نفسي ان انا كل المسلسلات اللي بعملها تعرض في رمضان، بس دلوقتي ما بقاش في رمضان وبره رمضان يعني، بقى كل السيزونز الناس بتشوفها كويس قوي. بالعكس ده كمان في مسلسلات بره رمضان بتنجح جدا 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 يعني، بتاخد فرصتها حلوه قوي، فما بقاش ده زي زمان. بقت البلاتفورمز والقنوات بقت بتحرص انه على طول طول السنه يبقى في مسلسلات. رساله توجهها لمحمد امين راضي ويسر نصر الله. اقول لهم شكرا، انا استمتعت وانا بتفرج، استمتعت جدا 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 وانا بشتغل. استاذ يسري طبعا دي ثالث مره نشتغل مع بعض، واستاذ يسري ليه الفضل عليا. انا اول حاجه عملها كانت احكي شهرزاد، وحقيقي كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه لي، وبعدها بعد الموقع سمر اسماء في مهرجان كان، فكانت خطوه كبيره جدا 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 بالنسبه لي. ودلوقتي منوره باهلها انا مبسوطه ومنبهره بالنجاح فبشكره جدا جدا. مشهد بقى التحرش نتكلم عليه شويه. ايوه والله انا مبسوطه انه هو ما اعرفش، انا لعلمك انا لما قالوا لي كنت مسافره وقالوا لي في مشهد مكسر الدنيا تخيلت انه مشهد تاني، ما كنتش لسه اتفرجت على الحلقات، كنت فاكره ان هو مشهد تاني يعني، ما تخيلتش ان هو هيبقى المشهد ده، لانه ما كنتش يعني ما كنتش عارفه ان ده هو اللي هيكسر الدنيا كده. كنت اتخيل مثلا ممكن مشهد انا لما بخش عليه وهو ميت او حاجه كده، ما تخيلتش ان ده اللي هيعجب الناس قوي، بس اكيد كنت مبسوطه يعني. كويس اهو بتنفع في الكوميدي. تعرضت للتحرش قبل كده؟ نعم تعرضت للتحرش قبل كده. المشكله انه في مصر النسبه عاليه جدا يعني، بس احسن من زمان. دلوقتي بقى في قواضي كتير وبقى في ناس بترفع قواضي تحرش كتير. من ضمن الحاجات اللي بحس انها يعني فرقت في ده انه 6 7 8 خلى الناس تبقى عندها جرأه شويه في ان هي تروح ترفع قواضي تحرش، فبحس ان الموضوع ما بقاش زي زمان يعني. مواقف ايه؟ انت مش عارف انك عايش في مصر؟ لا طيب يعني ما تسألني سؤال الموجود في كل بلاد العالم، ودي ظاهرة بنحاول ان احنا نحاربها، وهتعمل ايه يعني؟ ما فيش حل. مش ما فيش حل طبعا، في حل، بس بقى في جمعيات دلوقتي اهلة احسن مني بكتير انها تتكلم في موضوع التحرش وعلاج
علاجه. انا ممكن اقدم افلام، ممكن اعمل 6 7 8، ممكن اعمل منوره باهلها مشهد، ممكن اعمل مواقف، لكن ان انا اقول لك ايه رايي في التحرش اكيد مش حلو يعني. فاهم قصدي؟ في تحرش ولا لا؟ اكيد في تحرش يعني، بس انا ارد عليه ازاي؟ لا، في جمعيات وفي ناس بتتعامل مع ده بشكل بروفيشنال جدا. انا كل دوري ان انا امثل المشهد او امثل اللي بيحصل او انا للواقع، لكن علاجه ايه؟ في ناس ترد عليا احسن، ترد عليك احسن. شفت رمضان السنه دي؟ لا. طب السينما بعد ما يكون حضرتك حاجه جديده ان شاء الله يعني، لسه ما فيش حاجه اكيد، بس ان شاء الله لما في حاجه اقول. اوكي ماشي.